السلام عليكم. اليوم بسولف لكم سالفة حصلت معي قبل 6 سنوات. عندي واحد من اخواني يبي يدخل كلية الشرطة. المهم انا اللي ماسك الاوراق واقدم له من هالامور هذه. جينا لحد ما ارسلونا الى الفحص الطبي في إدارة عندنا هنا في الكويت للفحص الطبي هذا. أي واحد بيقدم على أي وظيفة لازم يمر عليهم يشوفونه، يعني من ناحية الصحية في شيء ما في شيء، يعني من الأمور هذه. وأخوي يعني الله يحفظه ما في شيء يعني، وأنا كنت متأكد أنه يعني لائق صحيا. المهم خذينا موعد ولا هالدكتور، هو دكتور كويتي طبعا، عند الفحص. لكن هالدكتور هذا أنا سبق وحصلت بيني وبينه يعني مشكلة، كتبت عن المركز ومن هالأمور هذه يعني بالصحافة، وقلت ما بيتذكرني وأخرب على أخوي. المهم قلت لأخوي أنت تدخل على الدكتور، قال أوكي أنا خلني برا يعني علشان لا يتذكرني، وأخاف يعني أنه يعني ممكن يعرق الأمور كذا، عرف أن أنت أخوي. قال أوكي ما في مشكلة. دخل على الدكتور، على طول الدكتور أول ما قرأ الاسم قال له أنت أخوك أبو طلال. قاعد يضحك أخوي، يا ريت أخوي ما ضحك. أخوي لما ضحك أخوي عنده ضرس الأمامي، واحد من أسنانه الأمامي، الضرس الأمامي اللي فوق هذا مكسور يعني طايح بالكامل. كان في عنده حادث أول الحمد لله الله يسلمه، لكن ضرب أسنانه في دركسون أو السكان السيارة وانكسر، قديم الحادث هذا، وتعاجز إنه يركب له ضرس. يوم ضحك الدكتور هذا انتبه على ضروس أخوي، قال لناد أخوك وينه؟ قال أخوي برا عند الباب. فطلع يناديني، أنا استغربت، قايل له لا تقول إني معاك أخاف يتذكرني. قال لي يبا تعال، قاعد يضحك أخوي، قال لي تعال يبا. أصلا أول ما قرأ الاسم قال لي وين أخوك أبو طلال؟ يقول أنا ضحكت وقلت له برا. المهم دخلت عنده، يا هلا مرحبا يعطيك العافية وشلونك شو الأخبار ليش قاعد برا وكذا. قلت والله لا ما لا داعي أدخل وياه الفحص يعني. قال على العموم أخوك يعني لائق صحيا ما في شيء، والتقارير كلها تقول أوكي، لكن ما راح يدخل لأكاديمية الشرطة. قلت ليش؟ قال خلي يركب ضرس أول شيء، قصده ضرس الأمامي، قال يعني هذا بكرة بيصير رجل أمن وقدام الناس يقعد يضحك وضرس طايح الأمامي. يعني لو واحد من ضروسه الخلفية ما في مشكلة، لكن الأمامي شكله يعني غير مقبول. أنا يعني بيني وبينكم تنرفزت شوي، قلت الحين ما تخليه يدخل علشان ضرس؟ ترى يعني انتم ما راح تاخذونه تعضون فيه الاوادم يعني. فهو طفر يعني عصب زياده، قال لا 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 لازم يركب ضرس. قلت يا ابن الحلال ترى بكره اخر موعد لدخولهم، يعني اذا ما لحقنا ترى خلاص يعني لازم ينتظر الدفعه اللي بعدها يعني حرام. قال والله روح الحين اخذه وركب له ضرس. قلت ماشي، اذا الموضوع على ضرس هذا ما في مشكله، نركب له هالسن ونخلص من هالقصه. قلت له اخوي خلاص يلا تعال. والكلام كان تقريبا الساعه 11 12 الضحى والجو حار، فقلت يبا نرجع البيت ونريح ونتغدى وننام شوي
والعصر يصير خير. طبعا أنا ما أخذ الدنيا سهالات لأني ما أدري شنو صعوبة الموضوع هذا. تقول ليش صار يا أبو طلال؟ اسمع السالفة. قعدت العصر، يلا نمشي، يلا رحنا أول عيادة، عيادات أسنان معروفة في الكويت وأنا أعرفهم يعني الأطباء. كل ما أدخل عند دكتور يقول لي إن شاء الله إيه الحين نأخذ قياس للسن هذا للضرس وإن شاء الله نسوي قالب يومين ثلاثة تجي نركب لك. شلون يا دكتور بكرة لازم الحين تركب له ضرس السن هذا؟ قال يا حبيبي ما يصير، هذا يحتاج قياس بعدين قالب وبعدين بروفة وبعدين نركب له الضرس الثابت. تكلم جد؟ قال لي والله. يلا مشكور. رحنا العيادة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، مستشفيات الكبيرة، أبدا طلع الموضوع يعني معروف بالنسبة للأطباء الأسنان إنه ما يصير السن هذا تركبه بنفس اليوم. يعني أنا عبالي إنه عادي يجيبون ضرس ويركبونه. وبيني وبينكم كنت أشوف مقاطع، يعني من كثر ما كنت مستسهل الموضوع، مرات ما تشوفون بالهند واحد قاعد في الشارع ومعاه جنطة وقاعد يركب حق العالم أسنان؟ والله العظيم أنا كنت أعتقد بهالسهولة. الحين تورطنا وصارت الساعة تقريبا 8-9 بالليل، خلاص المستشفيات الكبيرة سكرت، العيادات خلصت وما في مواعيد، تورطنا. وهذا الحبيب قال تجيني بكرة الصبح مبكر أمشيك يروح يدخل، غير هالكلام ما في. وكل ما اتصل على احد يعني واسطات وكذا يكلمون لي، الكل يقول لي يبا هذا ما يمشي ماشي سيد الرجل، يعني التزام عنده بالقانون بشكل مو طبيعي، والله لو يجي واحد من عياله ما يمشي، الرجل يمشي على النظام. قال لك ركب سن ركب سن، لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا جماعة يعني أيست، والموضوع ما يسوى. والولد تعرفون يعني حرام يقعد ينتظر يعني كم شهر ولا يمكن تعدي عليه سنة علشان بس يدخل يداوم من جديد، يعني على السن على الضرس هذا. وتيجي تقريبا الساعة 10 بالليل، طبعا الأكشن إلى الآن ما بدأ. جت الساعة 10 بالليل رجعنا البيت مأيسين، وقلت يابا خلاص اللي كاتبه رب العالمين يصير، خلاص أنت مالك نصيب. وتذكر واحد من أصدقائي عنزي الله يذكره بالخير، أذكر أنه قال لي عنده أخو مو طبيب أسنان عادي، لا 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 لا، هذا عنده دكتوراه بالأسنان. ترى طبيب الأسنان يعتبر بكريوس، وفي بعضهم يكمل بعدين ماجستير وبعدين يصير دكتور متخصص او كذا. يعني هذا قال لي ان اخوه مخلص دكتوراه في تخصص نادر جدا يسمونه اللي هو صناعة الفك، الله يكفينا الشر ويحميكم، يعني اللي يتعرض مثلا لكسر بالفك او اللي مولود والفك في شيء يعني في عيب او في تشوه، هذا يصنع للفك صناعه، وتخصص نادر جدا موجود في الخليج. فاتصلت عليه قلت له يا فلان، انت اذكر مره قلت لي ان اخوك دكتور في الاسنان وجايب شهادات من كندا وامريكا وما ادري شنو وتخصص نادر. قال اي نعم صح. قلت له زين يا أخي يصنع فك حق الأوادم ما يقدر يصنع لي اللي هو السن هذا الحين؟ قال ما فهمت. قلت له يا أخي أخوي سالفته كذا كذا كذا، من الصبح وإحنا نفتر في العيادات نبي أحد يركب له السن في نفس اليوم، الكل رافض. قال زين أنا والله ما أعرف الطريقة لكن بتصل على أخوي الحين. يا جماعة الحين صارت الساعة 11 بالليل، أنا والله العظيم راح أقول لكم
يعني هالموقف اللي إلى الآن شايل جميلة والله العظيم حق الرجل هذا. اتصل على أخوه، أخوه يداوم في مستشفى، عندنا مستشفى خاص في الكويت في على البحر يعني، وهو بيته بالأحمدي يعني بآخر الدنيا. اتصل على أخوه وينك؟ قال أنا في البيت. قال الموضوع كذا كذا كذا، والولد يبي يركب الحين يبي يركب ضرس السن هذا، ما أدري أنتم تسمونه أسنان ولا ضروس، المهم هو الضرس معروف الخلفي، لكن عشان تفهمون عليه أقول لكم الضرس أو السن. فقال لي يبي يركب السن الحين لأن بكرة الصبح يبي يروح يفحص وبعدين يلحق يدخل لأكاديمية الشرطة. قال الحين؟ قال إيه والله الحين. تقدر ولا ما تقدر؟ قال الحين بطلع من البيت ويعطيني تقريبا ساعة لربع أكون أنا في المستشفى، خلي يجيني المستشفى. أكيد؟ قال أكيد، خلي يجي بس موضوع بسيط. الحين أنا ماني عارف، أنا من كثر ما افتريت على الدكاترة وعرفت النظام إنه لازم قياس وقالب ويودون القالب هذا حق المصنع عشان يصب هالسن هذا وبعدين يركبون بروفا، فأنا كنت مستغرب هذا الحين شو بيسوي لنا الدكتور هذا. اسمه الدكتور أحمد العنزي، الله يبارك فيه ويحفظه ويطول بعمره. المهم صارت الساعة تقريبا 12 بالليل، وأقول لأخوي تعال إحنا نبي نحاول محاولة أخيرة، وهي صحيح إنها محاولة يائسة لكن ما في حل ثاني، خلنا نجرب إحنا إيش خسرانين. قال لي يلا، وفعلا ونروح للدكتور في المستشفى، وهذا من أكبر المستشفيات الخاصة في الكويت، وهو طلع رئيس القسم عندهم، طبعا انتقل منهم بعدين يعني، وعندهم داخل مثل المصنع صغير يصنعون فيه الأسنان ويصنعون فيه الفك، وهو هذا شغلته يصنع الفك وعملياته نادرة جدا وشاقة ومتعبة، فهو يقعد دائما طول وقته وهو في هالمصنع هذا يصنع الفك علشان يركبه في عملية جراحية حق المريض. لما وصلنا، هلا أنت أبو طلال؟ قلت له هلا والله، حياك تفضل. وين أخوك؟ ناديت أخوي يلا تعال. دخلنا عنده في القسم ودخلنا إلى مصنع، يا جماعة مصنع صغير وفيه اللي عندهم القوالب والمعجون والسوالف الأطباء أنتم عارفينها. المهم قاعد يقيس أول شيء الضرس، يقيس وراح جاب القالب وجاب المادة، وعنده نفس الميكروويف، طبعا هم نفس شكله شكل الميكروويف اللي يسخنون فيه الأكل. المهم يقيس ويحط هني ويقيس ويجيب مبرد يا جماعة قاعد يشتغل الرجل أكثر من ساعة ونص إلى أن ضبط له الضرس وطلع يعني قد المقاس ولا ونفس اللون. إيش سوى؟ لأن موضوعنا لما يزرع الأسنان لازم يحط يعني مثلا برغي أو نفس المسمار يكون داخل الفك وبعدين يمسك فيه السن. قال لا أنا بسوي لك شغلة سريعة لأن ما في وقت أصلا، أنت تحتاج 3-4 أيام، فأنا بسوي لك طريقة سريعة. تعرفون لما سير الساعة شلون يركب بالساعة نفسها مو في نفس المسمار؟ سوى طريقة نفس كأنه بيركب سير ساعة في الساعة نفسها، المسمار هذا اللي تضغطه نفس السبيرينج يعني، ويحطه في الضرس ويحفر بين السنين يعني ويركب له الضرس هذا. يوم ركب له الضرس شو يقول حق أخوي؟ يقول له شوف هذا يعني بالسيفتي يطول معاك يومين، أنت بس روح افحص وادخل الأكاديمية وخلص، وحتى لو يطيح أثناء التدريب ما في مشكلة، واحد طايح سنة يعني شو المشكلة يعني، أهم شيء نقبلونك وإن شاء الله بعد ما تتخرج تعال وأنا أسوي لك واحد ثابت. قلنا على جزاك الله خير. المهم يوم طلعنا ولا ما شاء الله السن اللي ركبه له
ما يفرق عن باقي الأسنان، شغل محترف. المهم اصطدمه وين؟ رحنا اليوم الثاني الصبح، الدكتور هذا اللي ردنا كان يدري انه مستحيل بنفس اليوم نركب سن، فما بالك لما يكون السالفة بالليل صايرة، يعني الساعة 12 بالليل مستحيل نلحق. تفاجأ فينا اليوم الثاني الصبح، أول ما جينا ندخل قال رجاء يا أبو طلال لا تحاول، ترى لازم يركب. قلت له يبا ركبنا خلصنا. قال معقولة؟ قلت له والله ركبنا. المهم يشوف السن انصدم ويقعد يفحص فيه ويبي يعرف شلون راكب هالسنة، أبدا ولا عرف إن هذا راكب بشكل مؤقت. فحص فحص وقام يطقطق عليه خفيف يعني بهالطريقة ويفحص، ما بين معه شيء. قال زين الحمد لله على السلامة، وقع لنا وفعلا أخوي راح ودخل للأكاديمية. الصدمة وين؟ الصدمة إن هالسن هذا ما قعد بس يومين، لا قعد مع أخوي 6 سنوات من كثر ما كان هالدكتور هذا الله يطول بعمره الدكتور أحمد العنزي، من كثر ما كان محترف. صدقونا أخوي يقول بطلال أنا نسيت إن هذا مؤقت، واكل عادي وتفاح واكل حب ومكسر. يقول يا الله يا الله بعد 6 سنوات يا الله انكسر معاي، وحتى مو ضرس الانكسر، انكسر المسمار البرغي اللي كان ماسك في هالسن هذا. والحمد لله الله ستر عليه ومشت معاه الأمور. أنا عطاري مساء من شوي متصل علي واحد من أصدقائي يقول لي أبي دكتور محترف، يعني عنده مشكلة في الأسنان، وأسألت عاد تذكرت القصة وقلت خليكم تستمتعون معاي في هالقصة هذه مدام طالعين بالشارع اليوم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.